أكد المدراء العامون للبلديات أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية رفع مستوى الاستعدادات للتعامل مع التوقعات الجوية التي تشير إلى احتمالية تساقط الأمطار خلال اليومين المقبلين، ونوه بتواجد فرق طوارئ الأمطار ميدانيًا للتأكد من جاهزية الآليات وسيارات سحب مياه الأمطار والمضخات حسب الخطة الموضوعة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار. جاء ذلك خلال الجوله الميدانيه التي قام بها المدراء العامون للبلديات في مختلف مناطق وشوارع مملكه البحرين من اجل الاطلاع عن كثب على كافه الاستعدادات والخطط وضمان الجاهزيه التامه للتعامل مع تجمعات مياه الامطار في وقت قياسي